السلام عليكم، معكم عبدي عمرو. النهارده هنبدا سلسله اسطوريه جدا، سلسله للتاريخ. النهارده هنبدا كاس العالم للانديه مع الاهلي، واول مباراه هتكون ضد ابن قطر اللي هو نادي الدحيل القطري. ومش كده وبس، لا، هنخلي كمان الصعوبه على اصعب صعوبه، خليها لاصعب صعوبه خالص نهائيا، اللي هي صعوبه اسطوره، لا نجم ممتاز ولا اي حاجه، خليها صعوبه اسطوره عشان تكون واقعيه جدا جدا جدا. فلسجوا على طول، خلينا نشوف مين الانديه المشاركه في كاس العالم للانديه. خلينا نشوف. اوكي، عندنا بايرن ميونخ هيستنى اللي هيكسب من الاهلي والدحيل القطري. اللي هيكسب منا احنا والدحيل هيقابل بايرن ميونخ، هيروح نص النهائي. وبرده عندنا باليرماس هيقابل سانتوس. لحد دلوقتي النهائي ما تلعبش، لحد ما انا بصور الفيديو ده النهائي ما تلعبش، فانا هخليهم يلعبوا قصاد بعض، واللي هيكسب هيقابل بطل اسيا. لكن حاليا بقى هنبدا الاهلي وصاد الدحيل القطري. فلو انتم متحمسين للسلسله دي هننزل منها ان شاء الله الحلقه دي، ولو احنا كسبنا هيكون في حلقه بعدها، لو احنا كسبنا انا ما اعرفش. فاكيد زي ما قلت لكم، لو انتم عايزين نكمل سلسله كاس العالم من الانديه كل واحد هينقذ زر اللايك. ما اعرفش احنا هنكمل ولا لا، ما اعرفش احنا هنكسب ولا لا، بس لو احنا كسبنا اضغطوا زر اللايك، ولو احنا ما خسرنا برضو اضغطوا زر اللايك، ماليش فيه. فاوكي ليتس جو على طول، خلينا نلعبوا قصاد نادي الدحيل القطري. برضو في نادي الدحيل القطري تقريبا مانزوكيتش راح اليوفي، خلاص مانزوكيتش راح اليوفي، وبين عطيه طلع من الدحيل. بس يلا احنا عايزينهم يكونوا موجودين عشان تزيد المنافسه الشرسه وصاد الدحيل قطري، وهنشوف مين اللي هيكسب. هو ليت سليمان هينزل، وقفش هيلعب، والشحات وكهربا مش عايز يلعب، فهنطلع كهربا وينزل. ينزل مين؟ ينزل جونيور اجاي. اوكي، فخط النص هيكون اليو ديانج وعمرو السرية، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ومحمد هاني، وعلي معلول، والشناوي، وللاسف بدري منون، واللعيبه دي مش موجوده. لكن بعد كده ان شاء الله، بعد كده قريب قريب جدا هيكونوا موجودين. لكن خلينا نعمل كاس العالم دلوقتي، نمشيها، نمشي كاس العالم بالطريقه دي. فنلعب بالخطه دي، وليد سليمان، الشحات، جونيور اجاي، قفش على طول. فليتس جو على طول للمباراه بقياده، ولا اقول لك خلي القياده المره دي للي هو ادانا البتاعه دي، اللي هو خلي القياده لمحمد مجدي افشف. الله، اوكي ليتس جو على طول على ملاعب من ملاعب قطر. في قطر عندنا الاهلي وصاد الدحيل القطري، فمين اللي هيكسب؟ عندنا بقياده محمد مجدي افشف ضد قياده بن عطيه اللي خلاص مش عندنا. قلت لكم مفيش لاعب مظبوط من الاهلي، هي الارقام الاسماء بس، مفيش اي حاجه ثانيه. يعني هنلعب بالاسماء، لكن اللعيبه اشكالهم مش مظبوطه نهائيا، محدش يركز على الاشكال. عندنا هنا الجماهير حاضره، جماهير الاهلي موجوده وعلى طول بتجري وراه، جماهير الاهلي موجوده في الثالثه شمال. ليتس جو على طول، خلينا نكسب ان شاء الله، هنكسب ان شاء الله النهارده، مش هنطلع من هنا الا واحنا كسبانين البطوله، او احنا كسبانين على الاقل الدحيل القطري. نروح ننافس بايرن ميونخ ان شاء الله، نروح ننافسهم، نخسر قصاد البايرن لكن ننافس بايرن ميونخ. ليتس جو على طول ببين عطيه ومانزوكيتش اللي انتقلوا خلاص، يلا قصاد الدحيل القطري على اصعب صعوبه، يلا ان شاء الله نكسب البدايه على طول من الشحات اللي هيكون راس الحربه بتاعي. يا جدع مش من اولها تضيعوا كوره يا جدع. اوكي ركز ركز ركز، مش هنخسر، هنكسب هنكسب ان شاء الله، وهنكون من الاربعه الاوائل ان شاء الله. يلا قفشه قفشه لوليد سليمان، وليد سليمان لقفشه، قفشه قفشه راح قفشه يصوب، يا ساتر، حلو حلو والله العظيم حلو، بنقول الماتش ليتس جو. شوف على طول قفشه خد بن عطيه اللي اصلا انتهى، لكن على طول قفشه بوم، لكن الحارس بتاع الدحيل ان شاء الله ما يصدش كتير. يلا الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه. خالد منصور طلع شحاته، اوكي احنا اللي مستحوذين على الماتش، روح شحات تاني، حلو حلو حلو. رامي التماس رامي التماس رامي التماس، اوكي اوكي اوكي. يانجيس هووب، يا ساتر يا ساتر، والله عاملين شغل والله عاملين شغل، نركز بس. اوكي عدي عدي، وليد سليمان وليد، يا دي النيل يا دي النيل، حرام. الله الله شحات، الله شحات شحات، يا رب يا ساتر. يا خالد منصور خالد منصور، سون جونيور، لا انا مانزوكيتش، الله عليك يا شناوي، الله عليك يا وحش افريقيا جامد. مانزوكيتش مانزوكيتش راح الميلان، ما راحش اليوفي، مانزوكيتش راح الميلان، لكن ايه الصد العالميه ورده الفعل الاسطوريه من محمد الشناوي الجامد. مانزوكيتش فعلا راح الميلان، ما راحش اليوفي، هو كان في اليوفي. يا ساتر يا ساتر، طلع الله. لا حك يا عم، ما عملتش حاجه حكم. لا 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 لا،
ابو سيدك يا صدر احمد. الحمد لله. طلع بقى يا جدع، حرام. الله شافش افشه لحسين يا جدع بقى مش عارفين نهاجم بعد الهجمتين اللي عملناهم. يا سونج حكم يا عم، انا زقيته كتف القانوني يا عم. هو في ايه يا عم؟ وده بتسميه مش فاهم يعني ايه يا عم؟ ده كتف القانوني يا عم، حرام عليك. ما هو كتف القانوني يا جدع من ده كده يا جدع، في ايه؟ ما فاهم انا الحق، والله ما فاهمه. يا ساتر يا رب يا رب يا رب يا رب، امسك عشان هات اوكي. في الحاله البشري طلع محمد. لا اللي حصل ده دلوقتي، يا ساتر يا صدق. طلع يا ساتر يا بقى، عايزين نهاجم ونخلص الماتش الرخم ده. يا دي النيل. الله ديانج. حكم ما تقوليش في حاجه بقى. افشه راح ليه؟ وليد سليمان اوكي. وليد يا حاج. اوكي يا عم سيبه يكسرك يا وليد سليمان، سيبه يكسرك يا عم، كان زماننا خدنا فاول. اضرب شحات يا علم عايزين الشحات يسجل جول. اتكو على طول نسجل هدف للتاريخ بحسين الشحات من برا المنطقه على الدحيل القطري، يدمر شباك الدحيل ويفجر الشباك. شوف على طول بوم، يا ساتر قنبلة. هم عملوا التماس جيلين على طول فبوم. يا ساتر اوكي. طلع خالد منصور لسه معايا يا عمي. خالد منصور ده لا لويس جي مش عارف مين، لا عصام آسم. طلع شناوي. لا يوسف الله عليك يا شناوي يا عم. ايش الشناوي ده يا عم؟ لا المنصور يا ساتر طلع منزوكيتش. طلع محمد هاني الله عليك. الشحات روح الشحات يا جدع، حرام. الله عليك روح. الو ديانج افشه الشحات اوكي. الشحات لعمر السلاي، الوليد سليمان. وليد يا عم، وليد وحش على الكره كده، وليد سليمان وحش على الكره معرفش ليه. اوكي الو ديانج، اليو لقفشه لعمرو السلية، للشحات مرة تانية. يا ساتر يا جدع. منزوكيتش المفروض ينتقل، بس الله حرام، المفروض ينتقل بس. اوكي طلع يا دي النيل منزوكيتش. طلع يا جدع اوكي. الله عليك يا حكم، فيه يا حكم. وكل ما اليو ديانج يقطع الكره تحسبها له فاول. يا عم هو في ايه؟ اوكي يا الله عليك، الله على حياه البشر يا الله. اوكي الله يا ساتر اوكي. منزوكيتش سيبه يروح لوحده خليه يروح عليه. ديانج امسك عشان روح يا وليد. يا عم وليد بيضيع كتير، معرفش والله ليه بيضيع كتير. الله وما جونيور. لا خالد منصور منزوكيتش. يا ساتر لا الله عليك يا شناوي خلاص انا ضمنت ان ما فيش جول جاء. الله عليك علي اوكي. الشحات لافشه، لكن افشه ممسوك. اخر دقيقه خلاص ركزوا. حكم تسلل الحكم اوكي. روح جونيور يا عم. الواد ده كل ما يمسك اجاي، يلا جاي روح اجاي اوكي. اجاي جونيور روح يا علي معلول لافشه اضرب. يا ساتر يا عم الصده دي، اوكي فاول ازاي بس؟ اوكي فاول يلا علي معلول علي معلول. لا والله ما لعبتها كده، والله لعبها. لا اوكي شوط تاني احسن ان شاء الله. وليد سليمان عرضيه يا ساتر. اوكي عمرو السليه
عامل السلال قفشه قفشه يضرب يا جدع. اوكي وليد 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 محمد هاني للشح يا جدع. تاني 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 محمد هاني محمد هاني قفشه قفشه وليد سينيمانيو. يا عم الحارس ده يا عم وايه الحارس ده يا عم هو بيرد للشناوي ولا ايه؟ عز علي منزوكيتش 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 مش عارف. يا دي النيل يا دي النيل طلع طلع كده. لحد دلوقتي ماشيين كويس لحد دلوقتي ماشيين كويس. يا ساتر يا ساتر يا جدعان ركزوا يا جدعان هنتعادل. لا يا الله عليك يا شناوي والله عليك يا شناوي وحش بيكسروا بنفس الطريقه دي ما اعرفش بينزلوا قدامه كده من غير ما يلمسوا الكوره. لا 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 المعز الله لا 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 بس ايه الدفاع ده يا جدع؟ اخترقوا في ثانيه اداله باصه راحت المعز علي شوف اداله باصه. ايه الدفاع ده؟ ايه الدفاع ده يا جدع؟ كيف مشت معانا سلكت معانا خلاص؟ لا 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 شكله هيتقلب علينا ولا ايه؟ شكله هيتقلب علينا ولا ايه؟ شكله هيتقلب علينا ولا ايه؟ لا الله الله عليه النيل طلع على بوسي طلع على بوسي يا جدعان يا جدعان يا جدعان منزوكيتش منزوكيتش طلع يا جدعان ركزوا 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 يلا 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 وليد سليمان وليد سليمان للشحات خلص خلص. لا يا حسين يا حسين انت قلتها لا يا حسين يا حسين حرام عليك والله الكرة طولت قدامه فجأة كده متر قدام. روح أفشة روح أحسن روح أحسن روح حكم حكم أفشة القاضي أفشة حكم حكم فيه فاول حكم حكم أبو سيدك لا 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 لا الله لا يا ساتر يا ساتر يا ساتر الله جدعان الله جدعان ثلاث دقايق بسرعة ثلاث دقايق بسرعة الله روح الله شحات الله شحات الله حسين الله حسين روح لف شف 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 مروان حكم زفت فيه يا حكم زفت فيه يا حكم زفت يا عم تسلل ازاي يا عم ما تسيبها يا عم ما تسيبها يابا ما تسيبها يا عم وين الرخامة بتاعتك دي؟ يا لا طلع يا جدعان الله عليك يا شناوي الله عليك يا شناوي يا جدعان حرام يا جدعان تروح مع مواط اضافي يا جدعان حرام الله الله عمرو اوكي عمرو الاليو اليو لفشه اوكي افشه 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 راح افشه راح افشه افشه لفشه اوكي افشه علي معلول علي 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 اضرب يا عم الحارس الرخم ده الله 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 روح علي 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 اوكي 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 الو ديانج الو ديانج لفشه افشه مروان ما وصلتش روح تاني يا مروان روح افشه اضرب يا عم بقى يا عم بقى لا حتى ابوك حتى ابوك حتى ابوك خالد منصور طلع يا ساتر يا ساتر يا ساتر اوكي افشه افشل للشحات روح افشل روح حسين روح حسين افشل روح يا جدع حرام يا جدع والله حرام الهجمة حلوة يلا بوشتك اخر دي اخر دي هنجيب فيها جول يا حكم اصبر يا حكم يا اصبر يا حكم اريف يا جدعان يا جدعان ركزوا يا جدعان اخر 15 دقيقة يا جدعان نركز فيهم يا جدعان ما نروحش وقت ما نروحش ضربات جزاء ما نروحش ضربات جزاء يلا بسم بالله الحكم مستعصبني وعشان يعني بيلعبوا على ارضهم يا جدع حرام عليك عايزين منافسه شريفه يا عم رئيس الفيفا اللي قاعد في المدرج الله الله محمد محمد هاني والله راح والله راح الله يا جدع حرام يا ريتني ما بصيت يا ريتني ما بصيت يا ريتني انطلقت يلا افشى الله افشى الله شحات الله شحات جوني رجعي خلص على طول جوني جوني رجعي الشباك الدنيا ويجيب الاثنين واحد من الدقيقة 110 ليتس جو احزروا يا بيرن منشن احزروا يا المان احزروا يا ميونخ فالاهلي قادم لنصف نهائي كاس العالم للاندية الاهلي قادم للفيفا وورلد كاب نصف نهائي شوف على طول الباصة العالمية الجونيور خطفة خطفة بس على طول من جونيور ليتس جو الله يا لا 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 اوكي اوكي علي 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 ديانج اليو ديانج جوني رجعي افشه ادي النيه
الله ما عارف انا منزل مروان محسن ليه، والله ما عارف. اوكي اوكي جونيور جاي، جونيور جاي نكمل المباراة. جونيور جونيور لا يا جونيور لا جونيور. حكام حكام الله الله على علي علي العمرو السلية، عمرو السلية لمحمد مجدي افشو يا ساتر. كمل يا عدني، طلع 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 ما يجيبهاش ما يجيبهاش ما يجيبهاش. يلا مروان حجز، مروان حجز، مروان الشغل انت بتعرف تعمل. اوكي محمد هاني محمد هاني محمد هاني محمد هاني محمد هاني للشحات عم. اوكي 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 خلص حكم خلص حكم خلص 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 حكم. اوكي لسه في هجمه لسه في هجمه. اوكي الشحات تروح. اوكي خلص حكم خلص يا عم الحكم خلص بقى يا عم الحكم. عايزين نقابل البايرن، عايزين نقابل الالمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر. نطلع نطلع الدحين وننتقل لنصف النهائي ونتقل كمان لأفضل أربعة. فكل واحد حالا متحمس لنصف نهائي كأس العالم للأندية يضغط ايه؟ ايوه انتوا عارفين كل واحد حالا يضغط. وبس لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات على طول. وبس ده كان كل الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم عبدو من كأس العالم، والسلام عليكم.